يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر. ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر. هذا تقريبا من أقوال المرجئة، لأن ابتلينا بهالوقت بناس يعتنقون قول المرجئة عن جهل، ما هم إن شاء الله عن تعمد لكن عن جهل. هذا فيه رائحة الإرجاء، من فعل فعلا أو قال قولا من الكفر حكمنا عليه بموجب قولها أو بموجب فعله، ونكل أمره إلى الله في قلبه، ما نتدخل، إحنا نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر. الله ما وكل إلينا أمر القلوب، إنما وكل إلينا أن نحكم على الظاهر. فالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله هذا كافر، كافر نحكم عليه بالكفر، إلا إذا كان له عذر يعذر به كالجهل والإكراه وغير ذلك من الأمور التي يدرأ عنه التكفير، فهذا شيء آخر. فنحن مالنا للظاهر، من قال الكفر أو فعل الكفر وهو غير مكره ولا جاهل إنه يحكم عليه بكلامه وبقوله، والقلوب لا يعلمها إلا الله. نعم. وأنا قلت لكم غير مرة، لا تحدثوا أقوالاً لم يقلها السلف أبداً، لا تحدثوا أقوالاً في أمور العقائد خاصة، يعني بالخصوصية، وإلا كل أمور الدين ما يجوز إحداث شيء فيها من غير دليل، لكن أمور العقائد ما يجوز الإنسان أنه يتكلم فيها ويفصل ويجيب أشياء من عنده ويحدث مسائل من عنده وتشقيقات من عنده ما قال بها السلف، يجب أن يحذر من هذا وأن نلزم الجادة. نعم. ما قالوه قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، لا نزيد على ما قالوه. نعم.